قلت أستاذة نادية أنه كاين ناس بزاف اللي عندهم مشروع، عندهم فكرة مشروع، عندهم هدف أنهم ينشئوا واحد المشروع بسيط وصغير، ولكن كيكون عندهم تخوف. تخوف مناش دائما هو الإمكانيات، من الميزانية اللي كتكون بسيطة كيقول لك لا دائما خاصني وخاصني 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 وخاصني، وهذا بحد ذاته حاجز كبير باش نبداو المشاريع ديالنا. لذلك انت غادي توضحي لنا، لانك خبيره ما شاء الله عليك في هذا المجال، توضحي لنا والمستمعين والمستمعات الكريمات كيفاش يمكن لينا نبداو هذا المشروع الصغير بميزانيه صغيره، وشنو اللي خاص يتوفر في الشخص ضروري عنده واحد قبل ما يبدا المشروع توفر فيه، تكون فيه واحد الشروط باش يبدا المشروع. تفضلي استاذتي. ان شاء الله نجاوبهم على هذا السؤال، هذا اللي محير الجميع. المشروع ملي كنبغي نبداوه راس المال كيختلف من مشروع الى اخر، ما خصوش يكون حاجز. يعني كاين بزاف المشاريع اللي كنقدروا نبداوها بامكانيات بسيطه، حيت كيخصونا حوايج اخرى اهم من الامكانيات. كاين دابا مشاريع اللي كيبداو خي يكون عنده الامكانيات، الا ما كانوش عنده هاد الحوايج اللي غنهضروا عليهم كيفشل المشروع. نعم، اللي هما اول حاجه ودائما تنهضروا عليها يكون مهيئ عقليه المقاول. ولو مشروع صغير ما يحقرش راسو، خاص تكون عنده ديك العقليه ديال المقاول، خاصو يدخل مهيئ. واحد كنقولوا المهارات الناعمه ضروريه، لي سوفت سكيلز، يكون يعرف يتواصل لانه غيتعامل مع بزاف الناس، غيخرج للسوق، كاين موردين، زبائن، كاين بزاف الحوايج. خاصو يكون يعرف، تكون عنده قدره التكيف مع اليوم ولات عندنا هاد الضغوطات ديال الافكار بزاف وديال المشاريع بزاف والهضره كثيره. يعني كيقدر الواحد كيبدل رايه ما بين عشيه وضحاها، حيت قال لي واحد السيد راه لا راه داكشي اللي كيتمشى ماشي هذا. تكون عنده قدره التكيف ويكون عنده التركيز. نعم، حتى هذا مشكل كبير ولينا كنلقاو مع المقاولين ملي كيبداو، كيبدا وكيبدا في واحد الخطوه يلا كيوصل في النص ولا في الربع ديالها وكيقول لك لا بلاتي غنشوف حاجه اخرى، هذا ما غاديش يقدر يتمشى. الوغ كو هي راهي غير مساله تركيز، ركز على المشروع ديالك. هادو بعدا واحد ثلاثه الحويجات اساسيين باش يقدر يبدا مشروع، يوجد نفسه، التواصل، قدره التكيف والتركيز. والتركيز، نعم. من بعد ملي غيبغي يدخل المشروع، كاين المشاريع اللي ما كتطلبش راس المال. شنو كيخصك؟ كيخصك سوق مستهدف، تكون عندك واحد الفئه مستهدفه، يكون عندك ديك الفئه اللي كيوقع اليوم هو الناس كتمشي. ولكن اسمحي لي استاذه، قبل ما تكون عندنا نوصلوا للسوق، واش ماشي تكون عندنا بعدا ديجا الفكره ديال المشروع اشنو هو؟ انا جوستومون انا غنجيك دابا. نعم. باش تجيك الفكره خاص كتجي كاينه الافكار ديال المشاريع. باش تكون عندك الفكره انت كاين في واحد المجال، تكون دوزتي حياتك في واحد المجال، تعلمتي، قريتي، غيكون عندك اكيد باكراوند. اكيد كتحل عينك على السوق، كتشوف شنو فيه، حيت الا بديتي من السوق شنو خاصو وجبتي ليه انت الحل وجبتي ليه ذاك المنتوج ولا الخدمه اللي جات اللي هي الفكره في حد ذاتها وغادي ترجعها منتوج، كتنجح فيه ساعة. الا مشيتي درتي بالعكس، ان درتي داكشي اللي كتعرف انت وما شفتيش السوق شنو فيه. انا كنميتريزي، انا كنفهم في هذا المجال، غادي نبيع ونشري مثلا في الملابس كنعرف ليهم. نعم. عزيزين عليا كيعجبوني شحال. نعم. من واحد كيقول لك انا غندير بارافارماسي كيعجبني لي برودوي، ولكن واش السوق واش مهيئ؟ واش عندك مارشي دو نيش؟ يعني كنقولوا سوق صغير او لا كاينه المنافسه كثيره. كنضرب طلع على السوق هي الاولى. نعم، ايتود دو مارشي. اكزاكتومون، ايتود دو مارشي هنا في هاد ليتاب هذه بالذات كتكون نقدر نقولوا بريليمينير، ديك الاولى. نعم. يعني غير نشوف قلوب اجماليه ماكرو. نعم. كنشوف السوق شنو فيه، وديك الساعه الافكار كاينين، كفاءاتي كنحطهم، كنحط لي باسيون ديالي والمهارات ديالي ناعمتهم علاش كنقد، حيت اللي كاينه عندي تبارك الله، واللي ما كاينش عندي راه كنحسنها ونطورها كنخدم عليها. الاساسيل هو انني نمشي نتادبط انا على السوق، نشوف شنو باش نحل شي مشكله اللي كاينه عند الناس، نشوف شي سوق. مثلا كنعطي دائما ليكزومبل ديال النجار. النجار اليوم الا جيتي وشفتي السوق ديالك وخدمتي غير بالمعقول، راه انك غادي تلقى مارشي ديالك. تمام. ما نمشيش بعيد. تمام. دونك ملي كنلقى واحد الفئه مستهدفه وكنلقى السوق ديالي كاين وكنحط الفكره وكنسقلها وكنعاود نقادها بالنسبه لمهاراتي التقنيه والناعمه، ونشوف مي باسيون ديالي ونشوف التطلعات ديالي، ما نشوفش غير حدا دابا بغيت نصور واحد نشوف على المدى البعيد. على المدى البعيد. نعم. هذه. نعم. كتهرب على الناس بزاف، كيقول لك ما دابا نبيع ونشري ويحل الله من بعد. شوفها على خمس سنين راه غتوصل. الفو ميو تشوفها على خمس سنين وعلى 10 سنين، كومسا كتحط واحد الاستراتيجيه اللي كتكون ضروري غادي وكتنجح. تماما. ملي غادي نشوف هادو غنعرف باش غادي نتميز من هاد السوق هذا اللي غندخل ليه، شنو اللي غنجيب للناس اللي ما كاينش عندهم. ماشي غنجي ونبدا، يعني كاينين نقاط تميز، كاين يا اما الا كانت عندي القوه ديال الشراء مزيان
مزيان نقدر ندخل بالثمن مزيان، ولا كانت عندي القوه ديال الابداع الابتكار ولا تكون شي جوده مختلفه يعني عطى الله، ولا تجربه الزبون، تجربه الزبون اسهل ميزه تنافسيه يقدر يديرها شي واحد صغير ولا بغى يبدا. تجربه الزبون هي ليكسبيريونس كليون اللي تنقولوا السيرفيس، ملي كتشري من عندي واحد المنتوج واخا كيتباع عند الناس كاملين، انا يكون عندي باتيسري كنبيع غير الخبز والحلوى وهذا، خديتي من الا درت معك واحد التجربه عجيبه نصيفطوا لك في واحد لومبالاج كيبان لك بروبر، كيبان لك داكشي متيول، كيبان لك بان من عيطت ليا قلت لك الساعه الساعه جيت عندك، هنيتك انا كنليفري لك واحد الباني، هنيتك من ديك ديال الخبز او لا الحلوه في الدار ولا هذا، شاك سومين ما غاديش تبقي معايا اكيد، ولو باتيسري حداك اكيد، ونعطيك واحد العلامات ونبين لك باننا راه عندي النقه وندير واحد المحتوى نبين لك شنو كاين كيفاش كنصوب داك الشيء كيفاش كنوصلوا ليك، كنعيشك معايا تجربه ديال داك الشيء اللي بغيتي انت كزبون غادي تشري من عندي اكيد اكيد، هذا اللي كيخلينا دونك هذا الشيء علاش كنقول انا المشاريع الصغرى المشاريع الصغرى لا دخلتي لحقاش ساهل على هذاك اللي كيكون صغير يتادابتا في هذا الشيء يعني يتكيف مع هذا الشيء ويدير ان ويدير كاليتي سيرفيس مزيانه يدير خدمه مزيانه على واحد ديجا كبير عنده المحلات بزاف ويلا غيوصل الميساج للناس اللي خدامين معاه ويقول لهم لا هذا البروسيس ماشي هو هذا، اسهل حاجه هي يمشي بالاكسبيري مغلوب عليها فيها تماما تماما. من بعد ملي كيكون عندي ميزه تنافسيه وكيكون خاصني نشوف خطه تسويق ومن الاحسن المشاريع اللي كتمشي مزيان ولو صغيره تكون عندي اكثر من خطه ديال التسويق ماشي وحده، يعني الكانال ديال التسويق كندير في مواقع التواصل الاجتماعي، ندير دو بوش اوغي، ندير مثلا دي زيفينمون نجمع الناس ونوريهم البرودوي ديالي، نمشي لشركات وندير نشوف مع البيرسونيل ديالهم واش كنبيع البي تو بي، يعني كنحل البيبان بزاف باش كنبقى دائما انا بايعه ودائما انا موجود وعندي المنبيع ماشي غير بلاصه واحده. طبعا الحال ديك الساعه كتجي الامكانيات، الامكانيات هنا كنقولوا على حسب المشروع واش صغير واش كبير. حاجه اخرى اللي بغيت ناكد عليها بالنسبه للمشاريع الصغرى واللي كيهملوها هو ان ما كيخليوش البيدجي يعني الميزانيه ديال التسويق والبيع، كيوجد واحد الرزيق كيبدا اول حاجه كيبدا بالبرودوي والمنتوج ولا الخدمه اللي بغى يدير، كينفيستي فيها وما كيخليش الميزانيه تسوق البيع، كيصوب احسن منتوج كيفاش غيوصلوا للناس كيفاش غيوصلوا للسوق الا ما كانش عنده الميزانيه باش يدير اشهارات باش يعرف باش يدير شويه المحتوى باش يدير شويه سبونسور يعني طلع يعني ضروري خاص الميزانيه. يا استاذه ناديه هنا الميزانيه كنتكلموا ماشي غير على الميزانيه للمشروع فقط لان ما كافياش واخا تخرجي الذهب من يديك كنقولوا خاصنا كي غتوصلي كي غادي نديروا الاشهار والتسويق وكذا وكذا يعني بزاف ديال الحوايج اخرى باش نضربوا باش نوصل داك باش ما نتحبطش ما نشوفش انا عندي البرودوي مزيان شحال من واحد كتقول عندي منتوج غزال كنصوب كنصوب سيرفيس مزيان كنخدم من داك الشيء ولكن ما عنديش الكليان، ولكن ايش درتي باش تجيبي هذا الكليان؟ خاصنا نخدموا عليه خاصك تانفيستي فيه وتخدم عليه. ملي كتشرح اشنو خاصك تلقى البيجي ما بقاش عندك كتقول كلشي حطيته في السلعه اولا كاع ملي كتوجد عندها فلوس تعاود تزيد السلعه. انا نفضل الشيء الا كان عندي مثلا اكس نقولوا حنا نعطيو مثال كونكري عندي واحد 40000 درهم وبغيت نبدا مشروع غنحط 20000 درهم سلعه ونشد ال 20000 عندي لانها كنخليها فوند رولمون كنخليها باش ندير شويه الماركتينغ باش نوصل ديك ال 20000 اللي شريت للناس وندخل في ليساتا ونعاود نكمل ماشي انا غنشري 40000 ولا 35000 درهم سلعه وغنجلس نشوف فيها. تماما هذا حتى هو يعني عامل كبير باش ان المشروع تينجح. وواحد الحاجه ما نقولوش عاوتاني ملي كيكون المشروع كيطلب شويه الامكانيات الماديه ونقولوا صافي غنبدا بشويه بشويه منو فيه. المرحله الاولى باش تبيع طويله بلا ما صوبتي المنتوج ديالك ولا الخدمه بلا ما جربوها الناس بلا ما شفتي حيت ملي كنلونسي راه كان علاش خاصها تكون عندنا قدره تكيف كانت ادابتو مع السوق. انا لونسيت البرودوي ديالي ولا الخدمه ولكن هذوك الناس الاولين غيعطوني دي فيدباك اكيد اكيد غيعطوني غوتور ديالهم وغنصلح وغادي بهذاك الغوتور غنزيد يعني ما نعولش بانني انا في الشهر الاول ولا الشهر الثاني غنحقق مبيعات خياليه باش انني نقول انا المشروع واخا ما عنديش فلوس ديال الشهر الثالث باش نتقضى ولا باش ندير الماركتينغ راه منو غادي نخرج صعيب صحيح. وهذا هو اللي كيروجوا لي الناس بزاف والمشكله هذا هو الناس اللي تايقين به بزاف بان لا عندك 200 درهم بدا زعما الا كانت وقعات مثلا كاكسبسيون راه ماشي هي القاعده العامه ديكا اكسبسيونيل اللي دازوا معنا معايا في فقره ديال الحادقات استاذه ناديه عندنا فقره الحادقات كتكون من 2 لـ 2 كاينين الناس فعلا اللي تقاسموا معايا هاد التجارب ديالهم كاينين اللي بداوا مشروع بسيط 200 درهم 100 درهم
اللي هو مثلا كيديروا الرغايف كيديروا الخبز، ولكن عندهم واحد طريقه ديال التسويق جميله جدا بصراحه، واخا هما نساء بسيطات وسن يعني متقدمه. داك لو بوشا اوغي كيديروها بتلقائيه، مشات خدات، وانا دائما كنعاود هذه القصه ديال هذه السيده هذه لان فعلا اثرت فيا. كانت في واحد المرحله صعبه من الحياه ديالها، جا واحد السيده عطاها 200 درهم. الفكره اللي جات عجبتني بزاف، شنو هي؟ قالت لي، قلت مع راسي انا ديك 200 درهم ما غنخسرهاش باش يجي ونتسنى واحد اخر يجي يعطيها ليا. انا من ديك 200 درهم غادي ندير هذه. مرا كبيره في السن يعني ما قارياش، ولكن ما شاء الله عليها ذكيه. شنو دارت؟ شرات ديك المقادير ديال الخبز، هذا عجنات الخبز ديالها ديال الدار. اول حاجه توجهت للملحنوت، الملحنوت خلات لي خبزه، عطات عليه فابور وخلات ليه جوج ولا ثلاثه باش يجيو الناس يدوق. وبقات وبدات ولات معروفه، ولات تقريبا نقدروا نقولوا تريتور من الدار. بشويه شي كرز هنا هي صعبه، ولكن كطلب الصبر، كطلب بزاف ديال الحوايج، ولكن انا لمس فيها واحد الذكاء في الطريقه ديال هي هنا راه في هذا التسويق هذا خدمه فعلا ذكيه بزاف. لان شنو هي؟ راه حطات الى انفيستي، حيت الى شتيتي قلت ثلاثه الخبيزات بارابور 200 درهم ان بيدجي حطاتو غراتويتمون، خلاتو باش الناس يشوفوه. ومني كيكون هاد المنتوجات اللي كتكون بسيطه في الثمن، اللي كنهضروا على مثلا هاد الشيء ديال 3 دراهم 5 دراهم 10 دراهم تمشي بحال هكا، ولكن خصها تكون عندك ديك القناعه بشويه ماشي مشروع تمام. اما ملي كنكون مثلا المنتوج اللي كيتباع ب 500 600 كيكون على حسب المقطوطه، كيبغي شويه المجهود وكيبغي شويه راس المال باش ان باش انا تسوق لي ودير الاشهار. كاينين اليوم من غير هاد الطرق التقليديه اللي نافعه وناجحه، ولكن ما كتصدقش معها كل شيء. يعني كتكون هاد السيده غيكون عندها شي حويجات في راسها، شي صبر، شي حاجه شي حويجات اللي كنهضروا على المهارات الناعمه، غيكون شي حويج تلاقاو مع الناس عاونوها عارفينها محتاجه. يعني هذاك البوشاو غيداز مزيان. وبالنسبه لان برودوي اللي كيما كيدير 5 درهم بطبيعه الحال غتعاون مع شي واحد. نعم تمام. دابا الا بالنسبه للمشاريع الصغيره وفي هذا العصر، في هذا الشيء ديال الحداثه وهذا الشيء ديال الانتيليجنس الحالي، كاين مشاريع اللي تقدر تبداها براس المال صغير وتنجح ليك. تقدري تعطينا لو بودجي اللي نقدروا نبداو به مشروع صغير؟ الا كاينين مثلا المشاريع الصغيره اللي كنهضروا على بريستاسيون سير، حنا نقولوا الخدمات هي اللي ما كتطلبش. ملي كتكون السلع، ملي كتكون السلعه دائما كتطلب لك شويه الفلوس، ودائما كيكون فيها ان ستوك ودائما. اما بالنسبه للخدمات، لا، الخدمات كتقدر تبدا ولو انت ما عندكش البيدجي كبير. كاين مثلا اي كفاءه عندك اليوم، انت ميكاب ارتست مثلا كتماكي الناس، يمكن لك ديري المهاره ديالك وتسوقيها برودوي نيميريك، يعني كنقولوا ديجيتال برودكت. يعني تصوبي ديري واحد لو غيد وتصوبي ان اي بوك اللي دابا تقاديه وتصوبي وكيعاونك الانتيليجنس ارتيفيسيال، وتقاديه وتحطيه في المنصات وتبيعيه. اشنو بعتي المهاره ديالك عندك في راسك؟ ما خسرتي على حتى شي حاجه. اش غتخسري؟ شويه اللوجيسيال اللي غادي تشري، واحد لابونمون وداك الشيء خفيف، وكتقادي واحد لاندين بيج، كتخدمي مع كاع شي واحد من لي فريلانسر دابا الناس ديال الديجيتال ماركتينغ. كتخلصي واحد شويه، هذا بروجي كيبقى غادي بشويه. يعني البيزنس اون لين اوجوردي كتقدر تلقى فيه مشاريع صغيره اللي كتقدر تبدا بشويه بشويه وتدير منها. المشاريع الناس اللي ما عندهمش مثلا، كاين اللي ما كيبغيش النيميريك، ما عندوش مع الديجيتال، ما عندوش مع البيسي يبقى افكتيفمون كاين الطرق التقليديه، وهذه هي اللي قلتي منها. كتكون عنده شي كيصوب شي حاجه هو اللي كيكون هو اللي كيخدم، يا اما كيشوف شي سيرفيس الكارديناج، يا اما كيشوف شي سيرفيس ديال النيتواياج. دابا تبارك الله كنشوفوا واحد السوسيتي دابا يلاه ولاو كيجيبوا لي فام ميناج عندك وكيصحوا. هذه حاجه كاينه في السوق. هي المهم، علاش انا كنقول خصو يكون عندك سوق درسها، يكون عندك سوق مستهدف، كل تحس ان كاين مشكل. الا مشيتي درتي واحد السيرفيس اللي كيحل واحد المشكل كيمشي المشروع. درتي السيرفيس حيت عاودوا لك وقالوا لك راه خدام راه ناجحك وراه ناجح وراه فلان داروا، ما كاينينش دي موتيفاسيون ديغيغ، ما كاينش شي حاجه مدروسه من هذا، صعيب ينجح. ولكن ملي كتحل واحد المشكل وتقاد راسك انت تكون واجد بهذيك العقليه اللي قلنا وبهذاك الدراسه ديال السوق، ودير وتفهم الخطه ديال التسويق والبيع اللي غادي تمشي بها، اكيد كيمشي المشروع. رائع. يعني اول حاجه نشوفوا المارشي شنو فيه.
السوق ضروري. اليوم شوف السوق اش من اوجيبلي شوف بحال السيده تقدر دير الخبز تقدر دير حلوى تقدر دير اي حاجه, أي حاجة. يعني مادام السوق محتاج لواحد الحاجه راه غادي تجيب. نعم دول نعم. وفعلا كنلاحظوا يعني بزاف ديال دي بيتيت سوسيتي اللي بداو كيجيو شي افكار كنقول مع راسي يعني كيفاش جاتهم هاد الفكره, وكنلقاو بان احنا محتاجين ليها كمستهلكين والسوق محتاجه ليها, ولكن هذوك الناس كيفاش جاتهم هاد الفكره فعلا باش يغطيو هذاك لو بوزوان, لان كاين ان بوزوان عرفوها كاين ادراك يعني عرفوها مثلا داروا شي فورماسيون ولا كاين شي واحد قرا معاهم ولا قالوها ولا سمعوها ولا اجتهدوا قلبوا على المعلومه وفهموا بانهم رخصوا فيه يشوفوا السوق اشنو فيه وديك الساعه يجيبوا لي الحل. بحال دابا اذا بغيتي غير تلقى فكره جلس غير مع راسك مثلا واحد الاسبوع وشوف شنو هما الحويجات اللي كتبغي ديرهم ولقيتي فيهم مشكل مثلا يدوزهم مع راسك. نفس السؤال عطيه لاختك, نفس السؤال عطيه لجارتك, نفس السؤال عطيه لونطوراج ديالك. لونطوراج ديالك وغادي تشوف كاملين وتقول لهم الحاجه اللي بغيتي ديروها وما لقيتوش كي ديروا غتلقى الفكره. نعم. اول حاجه بحال مثلا حنا دابا هادشي الناس كلهم اللي خدامين سي كيسيون دو طون, مابقاش الوقت مابقاش. الا لقيتي اللي يجيب لك تقضيه حتى للدار بثمن معقول يعني ماشي غادي يزيد عليك بزاف, غيزيد عليك غيزيد عليك واحد شويه اللي كيبان جوستيفيتي كيبان لك يستاهلوا على حساب الطريقه تمام, ويحط لك داكشي كيف ما بغيتو كيف ما قال لك راسو, ما كتحسيش باستغلال الفرص وما كتحسيش بداكشي ما يمكنش. هذا مارشي ولا نعم بحال دابا اليوم كنشوف انا اسهل اللي لقى شي برودوي منتوج ولا خدمه يسهل على الناس الحياه هذا بوزوان. كلشي ما بقاش عنده الوقت, كلشي ما بقاش عنده الصبر, كلشي ولا باغي داك الشيء مزيان يعني كاين واحد الستاندارد كاليتي طلع في الحياه وبثمن مزيان زعما هاد التشالنج هذا. وانت كتكلمي وانا كندور في راسي الحويجات اللي كنشوف فعلا كديري التمرين معايا الناس اللي خدموا عليها فعلا بهاد الطريقه ربما وشكروا بهاد الطريقه ولا جات غير صدفه. مثلا كما قلتي حنا ما بقاش عندنا الوقت مثلا غير المراه المغربيه العامله ما بقاش عندها الوقت راه ولات اكثريه كلشي كتشري على برا ولات الحويجات تجيها حتى للدار. انا كنشوف مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات كتخدم منها بواحد يعني ممكن ان الناس اللي عندهم هذا اللي غنبغيك توضحي لي من بعد استاذه ناديه كيفاش يمكننا نتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي ملي يكون عندنا هذا المشروع نبغيو نبداو المشروع ديالنا. كنشوف ناس فعلا ومنهم حتى نساء اللي بداو هذا مثلا نعطيك مثال ديال السمك كتمشي مزيان. انا وليت كنشوفو كاينين ولاو كيتكاثروا شويه كيجيك من قيم قد كدير لا كوموند ديالك وهذا كيجيك اونبالي عليك غتستفي في الثلاجه. انا واحد شنو دار ان سيرفيس ديالاش كيجي دي من عندنا الحوايج ديال بريسينغ مسبان اييه كيدور واحد الوليد ما عندوش مسبان كيجي كيدور كيهز الحوايج كاملين بيان سور ابخي كتعرفيه وداكشي كيمشي يحط داكشي ويعاود يجيب يفرق ويجيبوا لك فقط مصور رزقه. واحد شويه غيفهم في البريسينغ, واحد شويه غيتدخل مع الناس, واحد شويه غتبان ليه شي فرصه ما حد هو دخل داك المجال وغتبان غير يشوف راس غير هذا غادي يدخل يخدم مع شي واحد. هو شويه بشويه هكا كيطلع الواحد اللي كيكون عنده الصبر وكيكون كيقنع بالقليل في الاول تماما حيت ما نكونوش طماعين. ملي ما كتكوني كتسناي تربحي مع السريع لا ما يمكنش. وهذا الشيء ولا اون مونتاليتي دابا الناس داخله كنحس بالناس كتبدا مشروع صافي شهرين ما بانش لها ريزولتا كتحبس وكترجع ولا ما نجحش ليا. راه الناس القدام وكانوا كيصبروا عام على الحانوت ديالو ولا المحل ديالو باش يربي كليان. علاش اليوم بغينا نديروا نحط اليوم وغدا غناخذ الفلوس؟ ما كايناش ونربح بواحد يعني واحد المبالغ اللي ما كايناش. كتكون شي صدفه بعض المرات كتكون مثلا هذه كتقدر تكون في مثلا في مارشي الكروب كتجيب شي سلعه تبيعها في البلاصه. علاش؟ لان عندك اونكور اون فوا عندك السوق عندك اللي مكوموندي من عندك هذه كتكون صفقه. اما بالنسبه لمشروع كيبدا بشويه بشويه تربح بالزربه من الشهر الاول مستحيل زعما صعيبه. يعني شنو هي الحويجات اللي ممكن ولا المعيقات اللي تقدر توقف قدامنا لتحقيق هذا المشروع ديالنا ولا يعني انجاز؟ الصبر هو الاول. الصبر تمام زعما اللي ما عندوش الصبر ما غادير والو. نعم الصبر هو الاول كتلقى الناس ما صابرينش وهضرنا عليه دابا. ملي كيكون كيتوقع واحد النتائج ما كيجيوش في ذاك الوقت باش يتسنى ويعاود يخدم عليهم كتكون ما كيكونش ما كيحطش خطه تسويقيه.
الناس باقي كتفهم واش ندير الماركتينغ ولا ندير لافونت، واش ندير التسويق ولا ندير البيع، راه ما كاينش خيار. ولكن الخطه التسويقيه صعيبه شويه استاذه ناديه، ماشي سي با دوني ا طول موند، يعني خاص الانسان يعرف كيفاش. ولكن كاين مع من كيديرها دابا، كاينين تكوينات، كاين تدريبات، كاين مثلا كاين واحد المرافقه جماعيه بحال اللي داك العام كله دوزها مالي جروب، كاين كاين دي زونتربرونور كيجمعوا عشرات الناس كنخدموا كندير تعطيهم الكور وكتحط معاهم واحد الخطه التسويقيه ديال البروجي، كيحطوا هما ملي كيفهموا كيشوفوا كيفاش يحطوا الخطه التسويق ديالهم وكيبداو. خطه تسويقيه ما صعيباش بزاف الا طاحت لك في بالك خاصك، راه خص دائما كنرجع لمساله الادراك الى البريز دو كونسيونس، تفهم بان خاصك خطه تسويقيه ما غتصعبش عليك باش تلقاها. يعني اللي غادي يعاونك عليها دخل اليوتيوب وتبقى هي اللي دخلتي راسك بقيتي كتقلب كتضيع الوقت بزاف، ولكن تلقاها يعني المعلومه كاينه، غير ترتاب داك باش تستافد ديك المعلومه وتقادها وتمشي واحد جوج ثلاثه بسرعه، كيخصك شي واحد اللي يخدمها معاك. ولكن ما صعيباش، خاصك خطه تسويقيه وخاصك واحد كيف ما قلنا ميزانيه باش دير هاد التسويق وديك الساعه تبدا تبيع. وعندك واحد الحاجه اللي كتعيقل الناس، كاينين الناس اللي كيكونوا هما في لابوستور ديالهم ما كيعرفوش يبيعوا وما عندهمش مع البيع، وبحال كيتقلق مع البيع والشراء، وبحال كيتقلق الا قال لي شي واحد لا ما شريش من عندك، كتكون فيها حساسيه. هنا كانت الشخصيه اللي تتخدم، حيت اليوم انا كنشوف اي واحد كيعرف يبيع ما عمر كيبقى بلا فلوس. اي واحد كيعرف يبيع ما عمر كيبقى بلا فلوس، ما عمر كيشومي. ولكن كيفاش نعرف نبيع انا؟ كيف هي تقنيات كتعلم زعما، ماشي كتعلم ولا كنقول لا انا ما معطينيش البيع، لا ما كايناش هاد الهضره كنسمعوها. كتسمع افيكتيفمون كيقولوا الناس انا ما معطيش البيع، لا هذاك اللي معطي ولا اللي ما معطيش غير واحد خارجه فيه الهضره كثيره، واحد ما فيش وكيقول لك انا ما معطينيش البيع. البيع تقنيات كتعلم كتدرس وكتعلم في لو تيغان. اليوم غادي تلقى هذا المشكل وهذا غادي يردك وغتحس بشكل وغتعاود غدا وتعاود غدا، سي لا ريبيتيسيون تماما، غتعاود اليوم غدا اليوم غدا غادي تعرف تبيع، غادي بحال كتثقل صافي كتنجر في المارشي كنقولوا، مي خاصك تاخذ الخطوه الاولى. انا كنشوف كدازو عندي ناس ديزانجينيور وعندهم مع التكنيك بزاف ومع هذا، وديما خدامين في كنقولوا حنا في الباك اوفيس يعني في الكواليس كيخدم دوفون لا ماشين ديالو، ما كاين وشنو بحال دابا واحد لوكا ديال واحد السيده، وهذا زعما سا بارل او جون باش يشوفوا، هي تبارك الله ضريعه في المجال ديالها تقنيا، كدير الناس اللي كيتسوقوا ليها يعني دي رابورتور دافير، كدير دي كوميرسو معاها كيمشيو يجيبوا شركات اوكي شنو دائما هي راهينه بهم، حتى من الارباح ديالها كتقاسمهم معاهم، وديما كتقول لك لا انا ما معطينيش ما نقدرش انا كنرتاح غير في صافي. حاولنا خدمنا على انا خرجت البيع، قلنا لا غنحيد خلي هذوك جايبين لك دابا ديري واحد ترانزيسيون كي كنقولوا. فعلا نفس الشركات ملي كملت يعني خدمات داكشي ديالها حطات كتهضر على البيع، كتهضر على هذه ما يمكنش لا يمكن، كتنيغوسي كتفاوض بيان سور التقنيات عطيتهم ليها اللي هذا. عرفتي رجعت عندي وحده اخرى اكتسبت واحد الثقه في نفسها كبيره، علاش؟ لان باش تبيع مزيان خاصك اول حاجه بعدا هي تكون كتميتريزي داكشي اللي كتبيع، ما تبانش انك انت غير البرودوي ديالك مزيان، عارف البرودوي عارف واثق منه واثق منه، هذه كتعطيك هذه في حد ذاتها كتعطيك ثقه نبرات صوتك. اش غيوقع هاد السيد الا قال لي لا ولا لاسيغونس فوالا، كتكون انت متاكد من داكشي اللي كتقول، وحتى النبره ديال الصوت كتلعب دور كبير، ما كتبانش ليه بانك انت كتقفقف ولا ما تايقش في داكشي. ملي كتقول السعر كتقولو انت كتشوف فيه، ماشي حتى نصيفط لك الثمن بلاتي تسمح ليا وكتلف. نعم يعني الطريقه باش كتقول السعر، الطريقه باش غادي يبدا يتفاوض معاك يقول لك لا ولا كاين الاعتراضات، كيفاش غادي تجاريهم؟ كيبدا يقول لك لا هادشي راه موجود في بلاصه اخرى وغير كان، ما تقلقش خاص يكون عندك لي زارغومون وما تقلقش نعم. اكسبتيها يعني تقبلها فعلا يقدر يكون هادشي، وكتشرح المسائل. يعني ملي كتاخذ داكشي بكل ثقه وتكون ديك لا كونفيونس اون سو، ما يكونش واحد اللي جاي تماما تخدم على راسك في هذا لو كوتي. ومني كنقول تخدم على راسك باش الناس ما يمشوش غالطين كيسحبوا شي حاجه صعيبه نعم. تعرفهم تقنيات واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غنخرج غنبدا نطبق، غنخربقها المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة غادي نصحح أخطائي وغادي ما عنديش مشكل. أشو غيوقع أنا إلا هذاك قال لا راه هذه خطأتي فيها، يقول خطأتي فيها أحسن ما نبقى أنا في الكوان ديالي وما كنعرفش نبيع وحياتي هذا بلا بيع. تماما سي لافون سي لافي، كنتي كتعرف تبيع راه ما كتحصلش بهذا المعنى. ما كتحصلش رائع، ما يمكنش يكون شي مقاول اليوم وما يعرفش تقنيات البيع. قليل اقليه اللي كيكون شركات كبار كيكون هو في واحد المصيف ودير
دي ديبارتمون ديالو كل واحد عاطيه مسؤوليه مهمه هذيك حاجه اخرى هذيك هضره اخرى لانه هو كيكون عارف الليدرشيب وعارف القياده وكيعرف كيفاش يتعامل مع هذوك لي كوميرسو اما باش انت تكون عندك مشروع صغير ضروري تعرف لان خاصني نقلل على راسي المصاريف هذه الاولى وما كاينش محسن من اللي كيبيع بحال مولاه انا غنهضر على المنتوج ديالي دابا واخا نجلس معاك 48 ساعه وانت كوميرسيال ونشرح لك انا شنو كندير غادي تبيع ليا ماشي بحالي انا علاش لان كيكون عندك ان باكراوند قديم كتادبط مع السيتوياسيون ملي كتشوف شي حاجه خرجت ماشي هذيك ما كتبش ما كنحفظوش سي تاني كنشوف انا هذا لو كليون هذا قال هذا الشيء ومشى لهذا الطريق نقدر داك الشيء اللي ما كنتش دايره كاع في ما حافظاش ما دايرهش لك في لاكريمونتير غنجبد شي حاجه اللي باش انا اللي نجاوبو حيت البروسبي ولا كنقولوا العميل مني كيحس بك ما كتقنش داك الشيء ديالك مشيتي ملي كتزعزع شي شويه يمشي يجيب لك هو يعطيك شي معلومه غير باش يزعزعك ومن المارشي وتقدر تكون ما تاكدش كاع من ديك المعلومه اللي جات وكاين العميل اللي كيكون داير السوق مثلا فاهم مزيان ما يمكنش جيت تقول لي نابورتو كوا زعما العملاء حتى هما انواع وتعرف الشخصيه ديال كل واحد باش تقدر تتعامل معاه مي مهاره البيع تكتسب تكتسب نعم رائع تبارك الله عليك الله يبارك فيك كنت معاك وكنت معاك لا مركزه معاك مركزه معايا لا ماشي شفت بوسيتي في التركيز هذا مركزه معاك وكان اكيد ان المستمعين والمستمعات الكريمات يعني مركزين معاك لان عطيتنا افكار جديده بصراحه لان كل واحد صححنا افكار صححنا ملي كنتكلموا على مشروع صغير راه الناس كاين اللي كياخذها ببساطه هذيك الكلمه ديال صغير انا شخصيا كنت واخده ببساطه لا يعني كان خصوصا مع دابا مواقع التواصل الاجتماعي الوجود ديالها ويعني انها كتعاون بزاف وكنشوفوا الناس اللي كينفذوا هذه المشاريع ديالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه اللي هي بسيطه تنقولوا راه مشروع صغير بيدجي صغير راه غادي يكون داك الشيء صغير وبشويه بشويه كتطلب غير الصبر لا هذه معتقدات مقيده ما كتخليك تماما هذه معتقدات مقيده تدير لك حواجز انا كبير اللي حطيت هذا المشروع وفكرت فيه انا بعدا باش نفكر انني ندير مشروع ونخوض هذه المغامره وندخل لعالم المقاوله وما نمشيش وما نقبلش على راسي نخدم مثلا موظفه بسيطه ولا شي حاجه ونبغي نقول غامر حتى انا كنعتبر راسي كبيره انسانه كبيره غنقدر ندخل لواحد المجال اللي انا فيه كبيره غنبدا صغير خصك تبدا صغير ولو يكون عندك الفلوس هذا خطا انا كنت طحت فيه بيرسونيلمون قبل كان راس المال وبديت كبير علاش قبل كنت اجيره يعني سالاري في دي ملتي ناسيونال ملي فات نشوف داك الشيء كبير يعني كبير وكبير كل شيء كبير بديت كبير الماركتينغ كبير بديت كبير كان خطا يعني نهار اللي علاش لان في المشروع في 3 سنين الاولى كاينين اخطاء كاين صعوبات كاين عقبات غادي يخرجوا لك ما كتكونش فاهمهم في بزاف د الحوايج ملي كتجيك ديك طيحه كي كنقولوا لها ديك الخبطه كتجيك كبيره حيت انفيستي بزاف وكانوا كيجيو عندي ناس كينصحوك قدام يعني كانوا ناس في البيع والشراء كينصحوني كيقولوا لي ناديه يلاه بديتي علاش مالك على هذا المكازا مالك على هذا راس المال مالك على هذه السلعه مالك على هذا البيرسونيل كامل لي فوندوز عندك 5 في المكازا ياك لاباس وانايا عينيك كبيره كي كنقولوا ديك الساعه عينيك كبيره لا وجات كتجيب واحد الثقه في النفس من السالاريا ما عندها حتى علاقه بالانتربرونور كان جاري ديال الناس ولو كان جاري انا 20 واحد في لي بيرسونيل ماشي بحال ديالي ماشي بحال ديالي تما كاين بزاف لي ديبارتمون كاين كلشي كل واحد كيدير شي حاجه يعني كنجيري ماشي بحال ما كنكون كنخرج وماشي انا كنخرجهم ديالي واحد شاد الفينونس واحد شاد انت راه شاد غير واحد لابارتي دونك كتكتسب واحد الثقه ما عرفت كيفاش كتجي كتقول لا جو بو فيغ انا نقدر ندير هذا الشيء كان انا كنقدر ندير كبير ولو يكون عندك راس المال بدا صغير علاش لان البديه راه كلها حتى هي دي تيست العام الاول والعام الثاني راك تشوف راك انت دخلتي عاد دخلتي للواقع ديال داكشي اللي بغيتي تخدم فيه وداكشي اللي بغيتي تبيعو صافي من الناس من غادي تكون كتشري من عندك راك كتقاد راك كتصلح باش يبقى عندك انت داك الجهد ديال كتقاد على حسابه باش في الاخر امتى كيولي عندك البيع زوين ملي كيبدا البرودوي ديالك ولا السيرفيس ديالك لاصق على داكشي اللي بغى العميل كتبقاش تمحن وخدمتي على لا فيزيبيليتي وعلى الناس شافوك في مواقع التواصل الاجتماعي ولا داكشي كيمشي لراسو ولكن في الاعوام الاولى بدا صغير وحتى ملي تبغي تكبر عندها شروط بشويه بشويه ملي تبغي تكبر خاص يكون عندك يعني ملي كتبغي تكبر
ما نخليش مثلا حيت ملي كنبغي نكبروا المشروع كاين بزاف طورق باش كنكبروا. يا اما حنا في المجال ديالنا تنزيدوا في الفاريتي ديال البرودوي تنزيدوا منتوجات اخرى وكنبقاو نتعاملوا مع نفس العميل هو نيت نفس الزبون بلوتو نفس الزبون كنعطيوه مثلا كنبيع ليه واحد المنتوج غنزيد واحد اخر نزيد واحد اخر هذا التوسع كيجي مزيان ميتريزي ساهل شويه. ولكن الا نقول انا دابا اليوم كنبيع مثلا ملابس الاطفال في حال بلد واحد السيد جاندي كيبيع معاه في لا ريجيون دو باري كي ديفري اون لين وجه للمغرب وبغى يبدا بنفس المنهجيه ما خدماتش ليه ما خدماتش لا علاقه الا غنبدل المارشي هذا ملي كنكبر كنكبر واحد لا زون جيوغرافيك كامله عادات اخرى ديال المستهلك تمام الطريقه اخرى باش كتبيع متطلبات اخرى فريق العمل واحد اخر لا كولتور ماشي بحال بحال مغربي ماشي هو فرنسي يخدم معاك نعم او لا كاين اللي كاع كيخلي هذاك النشاط التجاري كامل وكيمشي يدير حاجه اخرى كيقول لك الا بغيت ندير بزاف ندير بزاف اشنو كيقولوا ديك القضيه ديال ما نديرش لي ميم زو دون ميم باني ولا شي حاجه ولكن هذيك خطا كبير خطا كبير شتي امتى غنكبر منين وصل انا للقراصي داك الشيء اللي عندي جاب لي الماكسيموم تلبيع باقي ما بقاتش عندي فين نزيد نزيد شيفر دافير بلا ما نزيد لانفستيسمون يعني نزيد المبيعات بلا ما نزيد لانفستيسمون نستثمر عندي ساعه نفكر نكبر واحسن توسع هو اللي يكون مع نفس الزبائن نفس الزبائن علاش في الاول قلت لك خصني نحط الرؤيه ديالي على 5 سنين و10 سنين ملي كنحط منتوج كنقول غنخدم عليه اليوم غنخدم مع لي مامون اللي كيولدوا بيبي مثلا علاش حيت بغيت من هنا لخمس سنين نجيب معايا نجيب ملابس الاطفال راه دوك الناس اللي غيولدوا دابا وغنبيع عليهم راه من هنا لخمس سنين نبيع عليهم ديال لي زونفون راه معاهم ولي فاتني وكتشري من عندي وكتسبنا الثقه مع بعضياتنا وصافي ولات هي كترتاح من ان بيتها ككليان راه غنجيب لها دوطخ برودوي دونك الا كديري هذه في بالي كندير مشروع اللي كنقدر نتوسع فيه نتوسع فيه تماما ولكن دائما نبدا صغير وحاجه اخرى نبدا ما نبقاش نهضر كنبقاو نهضروا ونتشاوروا نهضروا ونتشاوروا نشوفوا لي ريزو كنلاحظوا بزاف كنهضروا بزاف كنهضروا ربما ديك الهضره بزاف وكنتشاوروا بزاف كتخلينا كناخذوا اراء كثيره كتحبسنا والعقل الباطني فاش كتشبعي بالهضره عند راسو راه دار انت جالسه وانت درتي صافي ربما تبغي تخيلي راسك بانك راه كتبيعي تماما كتعيي كتفكرتي في هذه ودرتيها وعاودتي درتي الاخرى صافي فكر خاصنا نكونوا عمليين عمليين نفكر ندوز النقاط ندوز انا كنقول ندوزو لاكسيون واخا تغلطوا شحال الوقت ديال ما بين التفكير ما بين لي تود دو مارشي ما بين هذا نبدا ما كاينش وقت خاصك اذا طاحت لك الفكره في راسك وقلتي بغيت ندير مشروع ديك الساعه غتبدا هذيك هي لاكسيون الاولى باش غنبدا غنشوف السوق شنو فيه راه زيون اكسيون ماشي حيت هنا افكتيفمون كاين الناس كتخلط ما بين لاكسيون غندوز نبدا نجيب السلعه ونجيب البرودوي لاكسيون بعدا هي صافي قررت ناخذ الوقت شويه صافي قررت قرار خديته غنبدا دابا صافي غادي نشوف هذاك انايا مثلا كندير مثلا انا في الموارد البشريه خدامه في شركه كندير موارد بشريه قال لي راسي غندير مشروع دابا غادي نشوف الناس لي زونتربرونور فاش محتاجين ملي كيبغيو يروكروتو لي سالاري كاين مشكل اوكي نشوف نهز التليفون نسال مع الناس شنو خاص كيفاش ندير لها اشنو هي الطريقه باش نوصل لهم انايا واحد السيرفيس باش غنعاونهم واش نديرو غير مثلا ام بي دي اف جيد ندير دي كونسلطاسيون ندير استشارات ندير فورماسيون ندير جروب كوتشين صافي كنبدا هذه راه بديت ملي كنبدا كنبحث كان اليوم غدا ولكن يوميا نخدم فيه واخا غير ساعه غادي سيمانه غيبان لك داك الشيء فين غادي توضح لك الرؤيه في حصلت ما بليش نستشر مع شي حد اللي خبير في المجال رياده الاعمال ولا شي خبير في المجال ساعه المكانه ساعتين المكانه ما كاينش فيها اشكال تخليني وضح الطريق تماما كنمشي على الخطه اللي هي علاش غنضرب انا شهر وشهرين وثلاث شهور وانا باقي كنقلب وانا كنقول لاختي كتقول لي مالك على حالتك وكنقولها لواحد اخر وهو موظف كيقول لك مالك على حالتك والناس عندها راي بينما كاين خبراء الحمد لله بحال مثلا الاستاذ ناديه اللي ممكن انهم يوجهونا ممكن انهم يساعدونا باش نبداو المشروع ديالنا الا كان عندنا فكره فعلا الفكره ديال هذه القضيه هذه انا ملي بديتها لانني كندير المرافقه ديال مثلا ثلاث شهور ولا اربع شهور ولا ست شهور باش اننا كطلع المشروع ديالك ولكن لقيت الناس كتخوف وكاين اللي ما كيقدش يلتزم على ديك ثلاث شهور من الاول اي وفهمتهم شنو ذاك العام كنت درت واحد الاستشاره فيها ساعتين هذيك ساعتين كتسمى فلاش كوتشين غتجي قولي لي داك الشيء كل اللي في راسك نوضحوه نحطوه كامل نعطيك الطرقان
وسير. هذه بداية. هذه بداية. تحيد لك واحد نقدر نقول لك فصيل مهم لأن كنشوف مني كنا حنا قبل ما يكونوا هاد الخبراء وهادشي مني كنبغي نبدا شي مشروع عرفتي شحال كتبقى تهرس راسك هادشي أنا في شخصيتي وفي طبيعي كندوز لاكسيون فما بالك واحد كيبقى يتعكس ثقيل وكيدير داك التسويف ولا بشوية ولا تيخاف ولا تيخاف والخوف خصو يتحيد زعما عندها ثقة في النفس اش بغي يكون كاع غنخسر شوية الفلوس ونعاود راه غتعاود كيفاش الخسارة نتجنبوا الخسارة وخاصنا نتوقعوا الخسارة ممكن توقع كيفاش نواجهوا الخسارة ولا كيفاش نتجنبوها في المشروع ديالنا الخسارة فاش كتجي ولا الفشل فاش كتجي ولا كتجيك شي طيحة تأكد بأنها هذيك واحد لاتورنيغ دارها لك سيدي ربي باش تعاود تقاد أمورك يعني واحد تمام هذاك درس اللي ما غتاخذوا لا في المدرسه ولا في الكليه ولا في حتى شي بلاصه اكيد يعني خاصك تدوز بيه نعم. خاصك تدوز بيه غتقول صافي دوزته مني كتاخذها بهذا الروح الرياضيه وكتاخذها بكل ترحاب وكتاكسبتيها ما كتضركش وكتقول اشنو هو اللي دار اللي قال لي الخساره كابيتاليزي عليه وما نعاودوش وما نلومش راسي وما نلومش راسي هذا ما كيعنيش ان المشروع راه فاشل كيبقاو في جلد الذات الى اجاني غير مسمى درت وفعلت وكتبقى تندم يكون غير ما درتش هادي يكون غير الا ما درتش هادي غطيحي في هادي ولا كنولي لا ماشي ديالي انا بغيت نقول للناس كل شيء ما تتوقعوش شي واحد داز عليه باش وصل الناس كتوري البطولات عادي جدا لان كيبغي يوصلوا داكشي اللي بغا يوصلوا ما كاينش اللي ما خسرش ما كاينش اللي ما طاحش بزاف هذا ما كيعنيش ان مشروعي يفشل نهائيا وهذا هو الخطا كيخليه هو يمشيو صحي داكشي اللي فشلك فيه صحي داكشي اللي خسرتي فيه ولكن كيفاش نتوقعوا ماشي نتوقعوا الخساره ندير بحسابها نديروا بحساب الخساره الا بديتي بهاد الخطوه دابا حيت في الاول راه كانوا الناس كيمتلاحوا المشاريع ما عارفين والو كنجيو تنبدا حتى كنطيح في داكشي وكنتعلم ليه هادشي سي هادشي قبل نعم. دابا كلشي موجود دابا ملي كنقول انا غادي نقرا شويه على المقاوله شنو هي عقليه المقاول شنو هما لي كريتير اللي يكونوا عندي وشنو اللي خاصني باش نبدا كتكون حيدتي واحد 60% ديال شي حاجه ما متوقعهاش اشنو كيبقى كطيح في شي حاجه اللي كي اللي كتكون سبيسيفيك لداك البروجي اللي درتي انت مثلا وما كتشطحتي مع واحد شويه ولكن ما كطيحش شي طيحات خايبين مثلا منجيب بحال دابا اسهل خطا كانوا كيطيحوا فيه الناس بزاف ودابا ما نظنش انهم يطيحوا فيه هو انني نمشي للمعرض ونشوف عندي راس المال عندي مثلا واحد 10 ولا 12 مليون زوينه هذه عجبتني ونهزها ونجيب داك السطوك ونجيبو ونبدا خدامه هذاك خطا فادح هذا هو الترياب اليوم ما كنظنش الناس يطيحوا فيه وهذا هو اللي كيهرس بزاف هذا الخطا هذا كان كيدي هذا هو اللي كيدي الخساره كامله كيهبطك كامل الخطا مثلا في هذه القضيه ديال التوسع كان عندي مشروع خدام مزيان وبغيت نتوسع ودرت واحد اخر لا خطا خطا كبير حلاج في مشروعي اللي عندي هذا الاول الحاجه الثانيه مني المشروع الاول ما ولاش اوتونوم كيفاش اوتونوم انا ما نكونش هو خدام هو خدام خصها شروط تكون حاط لي السيستم ديالو حاط لي فريق العمل ديالو حاط لي كلشي ديالو هو خدام عاد ندوز لحاجه اخرى واش انا بقى اكتور برينسيبال انا انا المهمه وانا اللي تنجيب السلعه وانا اللي تنبيع مع الناس وانا اللي تندير لي زين تقريبا وخليته ونبدا نوسع هذا خطا فادح هذا دا الملايين يعني هادو هما اللي كيكونوا كبار اليوم ما نظنش ان الناس طيح في هذا الشيء خصوصا الا داروا المرافقه واحد شويه يعني اللي كيكون عارف وفاهم اي كيسمع شويه كيقدر يكمل وانت كتكلمي استاذه ناديه كنزيد قناعه ان المرافقه مهمه بزاف 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 شحال غتخسر في هذه المرافقه احنا نمشيو مهمه ابعد مدى مع واحد البورسنتاج مثلا 10% من الفلوس اللي عندك حلال تمام حلال بارابور انا كلشي يمشي ليك تماما لان غتيفيتي بزاف ديال المطبات بزاف ديال الحوايج والنفسيه تماما الوقت ما كيسمحش ما سخيناش بك استاذه ناديه عطيتينا بزاف ديال المعلومات شكرا جزيلا رافقتينا الساعه الاخيره يعني استفدنا منك شكرا جزيلا استاذه ناديه الكزير خبيره في التسويق والبيع والى فرصه قادمه ان شاء الله اكيد غادي نرجع لك مره اخرى